بعد إذنك. ممكن إن أنا أخد جنبها الأول أصورها كده وبعد كده أصورها وجنبها المسطرة؟ أيوة. أهي؟ آه ممكن أخد المسطرة دي اللي بيني طول وعرض. وهنا برضه. حط عليهم أرقام عشان نعرف الخرطوشة دي من الخرطوشة دي. حط رقم؟ لا خلي رقم ظهر عندنا. لف. ماشي أوكي. حط رقم. يبقى احنا كده مفروض مكان الفرطوشة دي يوثق لان دي موجودة لكن فوق كانت المحتويات كانت مبعثرة في مسرح الحادث. احنا هنا صورنا بقعة دموية طبعا هو الأسلم إن الناس تمشي في الشريط شرائط طولية وناس تمشي تاني في شرائط عرضية. ده ما شفت الفيلم فوق اللي هو كان بيوريك ازاي تمشي في شرائط طول وعرض بحيث ما فيش أي حاجة تسقط في النص. طبعا احنا فاكرين ممكن ندور في الشجرة هنا لما لقى المسدس مرمي في الشجرة. شفت في الفيلم قبل كده يطلع الاشراف من الشجرة. حسب لو يكون في اي اثار تحت رجليكم. هو في مسدس نار مش كده يا دكتورة؟ فينا في جوه ده؟ اه. ممكن الجاني ممكن هو اتقتل بعيد ممكن الرقم لف كده بس هو طبعا ما كانش معاه سكين لان انا اصابات ما هياش اصابات قاطعه يعني يستفيد منه في حاجه مسطره 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 هناك انت تعرف كده منه ده اتجاه المشي ايوه اتجاه المشي ناحيه بس هي طبعا احنا يعني ماشيين مش مقصوده طبعا ماشيين بطريقه لان انا يعني وانا بعملها ما كانش هو طبعا لو كنت مصريه طبعا يعني ممكن اقول ان هي شخصيا ممكن اتقتلت في اي حته خدت العيار لما تبقى الحته رفيعه من اللي هو الزيت بتاع قوه الدم الزيت بتاعها ورا حسن المسطره يعني هو كان ماشي كده يا دكتور من مين المسطرتين اللي عندك؟ هي مقصوده هم يعني هم بيعملوها ما كانتش في البيت. انما لو هي كانت اتقتلت هنا كنا لقينا هنا كميه. وبين الرقعه الدماء الكبيره كانت هنا. ايوه او ان هو او ان الدم يبقى مستخل اكثر. ايوه تمام. حتى لو مش ما فيش بركه دماء موجوده بس هيبقى في نزيف جامد هيبقى مستخل اكثر. هنصور فهو كده هو ده المقصود هي بسيطه ومتفاوته. العاديه العاديه. العاديه وبنصور الصوره هنا. دي كده يبقى يعني. ما احنا هنبتدي نشوف ازاي هنرفع الاثار اللي احنا لقيناها رقم رقم بيتمثل يا جماعه الرقم الارقام استاذ علاء مناسبة بعيد احنا مسرح الجريمة لحد النطاق لحد الشجرتين دول ايوه بعد كده ممكن رقم رقم من معاك نحط رقم هنا عشان فيه بقى دموية وهات لنا رقم كمان هنا صور هنا ايوه دي بقى بقعة من مكان مرتفع طبعا أكثر من مترين دليل على طرطشة وفي بقعة ثانوية حواليها اهي اللي هي دي صور ده؟ فين؟ اه صور طيب احنا هنبتدي نشوف ازاي
الحاجات اللي معانا عايزين ايه نبتدي نرفع الاثار اللي احنا لقيناها. بدايه احنا هنروح للجثه ونشوف يا ريت كمان ايه هنرفع شعر. احنا اتعلمنا فوق ازاي نرفع الشعر من على الجثه عشان بس الدنيا ضغمت علينا كده. اللي هنعملها هات الملايه اللي معانا لا هكذا المستقبل مستقبل والله هو الفرتوش اللي هو الأساحة الفرتوش مش بتاع جنب الصف ده هو بيصدع بيجي بيصدع بيجي خط المسافة بين الأكيل وبين ال المقصودة ما هي احنا طبعا الجثة بعد كده هنبتدي نقولها نفرد.